بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الحطاب المالكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بقرة العين، والمحظور، المحظور هو فعل المكلف الذي تعلق به الخطاب، لأننا قلنا بأن المحظور والواجب والمندوب وكذلك المكروه كل هذه متعلقات الأحكام وليست هي الأحكام، لأن الأحكام هي خطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وأما متعلقات الخطاب ومتعلقات الأحكام فهي فعل المكلف، وقلنا بأن المحظور هو متعلق من متعلقات الخطاب، يعني هو فعل المكلف الذي تعلق بخطاب الشارع. وأما الحكم فهو خطاب الله الطالب أو المانع من الفعل منعا جازما. والمحظور لغة من الحظر، والحظر هو المنع، ومنه سميت الحظيرة التي تجمع الحيوانات حظيرة، لأنها تمنع الحيوانات من أن يخرجوا منها، ومن هنا سمي المحظور محظورا لأن فيه منعا. منع من إيه؟ منع من الفعل، منع من المخالفة. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر، وقلنا مرارا وتكرارا بأن الحيثية مراعاة في التعريف، يعني نحن نتكلم على المحظور الذي هو الفعل من حيث إنه متعلق بالخطاب المانع للفعل منعا جازما، ولا نتكلم عنه من حيثية أخرى. وقلنا قبل ذلك بأن الحيثية هنا حيثية تقييد، من حيث وصفه بالحظر، يعني من حيث إن هذا الفعل البشري وصف بأنه محظور وقد تعلق بخطاب الشارع المانع للترك منعا جازما، المانع للفعل منعا جازما، لأن المنع للترك ده يبقى الواجب، المنع للفعل ده يبقى إيه؟ ده يبقى المحظور. من حيث وصفه بالحظر، أي من حيث وصفه بالحرمة، يعني نظرنا لذلك الفعل من جهة أنه موصوف بالحظر، وكونه موصوفا بالحظر لأنه قد تعلق بالخطاب المانع من الفعل منعا جازما. ما يثاب، ما قلنا بمعنى شيء، سواء كان ذلك الشيء فعلا أو قولا أو اعتقادا، لأن العقيدة هي عمل القلب. من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، ما بمعنى يا مشايخ بمعنى شيء، انتبهوا معانا. يثاب، ما يثاب، يثاب مبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل في الحقيقة هو الله، لأنه هو المثيب
وهو المعاقب، يثيبه الله ما يثاب، والثواب كما قلنا في الحلقة الماضية مقدار معلوم من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأنه يختلف باختلاف العبادات واختلاف المعاملات واختلاف الأفعال واختلاف الأشخاص. على تركه، الترك معناه يا مشايخ هو منع النفس من الإقدام على الفعل، فالترك في الحقيقة فعلا وليس عدم، ولذلك تعلق به التكليف، لأنه لا تكليف إلا بفعل كما يقول صاحب جمع الجوامع، لا تكليف إلا بفعل، لأن التكليف معناه افعل أو لا تفعل، فالتكليف لابد أن يكون بفعل، لأن الأفعال البشرية هي المقدورة للمكلف، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، يفعل يعني فعلا إيجابيا ظاهرا، وأما يترك يعني يكف نفسه ويمنعها من الفعل، وذلك فعل ما يثاب على تركه. وقلنا قبل ذلك بأن الضمير في تركه راجع للشيء، على ترك ذلك الشيء. طيب جميل. امتثالا يعني أنه يثاب للامتثال، ولا تركه امتثالا؟ لا، تركه امتثالا، يعني العلة في الترك هي الامتثال، يعني أنه دفع نفسه عن الإقدام على الحرام امتثالا لأوامر الشرع، مر بمكان يباع فيه خمرا فمنع نفسه من أن يدخل يشتري الخمر امتثالا لأوامر الله وطاعة لربه سبحانه وتعالى، فهذا يثاب. فالترك إذا صدر على جهة طاعة الشرع وتنفيذ أوامره وامتثال نواهيه كان ذلك مثابا عليه من هذه الجهة. لكن هب أنه مر بجوار مكان يباع فيه الخمر ولم يرد على ذهنه أن ذلك مكانا، لأنه لم يلتفت إلى البترين الخارجية، إلى المكان الذي يعرض فيه الزجاجات، أليس هذا تاركا للحرام؟ نعم تركه، ولكنه لا يثاب، لأن الثواب شرطه أن يترك ذلك امتثالا. لكن هل يكون خارجا من عهدة الحرام بذلك الترك، أو بذلك الترك الذي لم، ده مش ترك كمان، لأنه لما ورد على ذهنه إن المكان ده يباع فيه الخمر هو خرج من عهدة الحرام، ولكنه لا ثواب له، لأن مفيش فعل هيثاب عليه. هتثاب على إيه؟ ده أنت مريت بجوار المحل الذي يباع فيه الخمر وكان مغلق، أو أنك لم يرد على ذهنك، أنت ماشي عمال تفكر متى يعني أناقش الرسالة، متى أنتهي منها، متى أنتهي من الإقامة، متى أفعل كذا، متى أفعل كذا، وذهنك مشغول ولم يرد عليه أن هذا المكان يباع فيه خمرا، فأين الترك الذي حدث لك؟ أنت لم تترك، لأن الترك معناه
أن يخطر الشيء بذهنك وتكف نفسك عنه، ولكن هذا ما ورد في ذهنك قط، لكنك خرجت من عهدة الحرام، ولكنه لا ثواب لك لأنك لم تترك أو لم تكف نفسك امتثالا لأوامر الشرع، ويعاقب على فعله، والعقاب كذلك مقدار من الجزاء مخصوص يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني يعطيه للمرء يوم القيامة إلى آخر ما عرفه به، ويعاقب على فعله أي فعل ذلك الشيء، فعل ذلك القول، فعل ذلك الفعل. وهنا في التدقيقات العلمية في مشكلة، في فعله يعني فعل الفعل، ده مشكلة بقى مش عايزين ندخلكم فيه عشان ايه ما نتلخبطش، بس فعل يعني قال لذلك الشيء. وبعضهم قيد وقال بغير عذر، يعني ان يترك او ان يفعل بغير عذر. اما اذا كان هناك عذر بان اكل الميتة خوفا على حياته، طب الميت حرام، ولكنه اذا وجد العذر انتقلت الميتة من دائرة الحرام إلى دائرة الجواز، وتقدم السؤالان وجوابهما. السؤالين اللي هم يا مشايخ، السؤالين اللي هم ايه؟ انت بتقول لي ويعاقب على فعله، يقتضي ان العقاب لازم لفعل كل حرام، وهذا ينافي العفو كما ذكرنا. ارجع كده للواجب، يلا افتحوا صفحة الواجب. السؤال الأول هو اهو بعين، عشان بس واحدة واحدة، قال اهو: فإن قيل قوله يعاقب على تركه، ده سؤال ولا ده جواب؟ ده سؤال. والجواب أنه يكفي في صدق العقاب، فإن قيل قلنا، يبقى ده جوابه الثاني. وأورد على التعريف، ده سؤال، وأجيبه ده جواب، صح كده؟ صح. معلش نحن نقف عند الكلمة، يبقى دول السؤال هذان هما السؤالان، وهذان هما الجوابان، صح كده؟ ارجع تاني لعبارة الحطاب: وتقدم السؤالان وجوابهما. يبقى يفهم منها يا مولانا ان هذان، ان هذين السؤالين وردا في حد المحظور أيضا، مش ده كلام يا مولانا؟ لأن بيقول لك وتقدم السؤالان، يعني تقدم السؤالين في الواجب ووردا هنا أيضا، يعني من الآخر بالطريقة المصرية الاعتراضان السابقان هما نفس هذين الاعتراضين، وجواب الاعتراضين السابقين هما نفس جواب الاعتراضين الذي يذكران هنا، مع ان اللي موجود في شرح المحلي اللي هو اختصر وشرحه هو جوابان، جوابان عن سؤال واحد. فكم مفروض يقول بقى وتقدم السؤالان وجوابهما؟ ممكن يبقى معناه وتقدم السؤالان وجوابهما، ومن خلال ما قدمته لك هناك يعرف الجواب هنا، ويبقى كده معناه صحيح. ولا يفهم منها أن عين السؤالين الماضيين واردان هنا بعينهما، لأن هيبقى عندك مشكلة إن هل يا ترى كثير من المكروهات
يدخل في التعريف أم لا؟ وهل لو تواطأ الناس على فعل مكروه ما هل الفقه يتيح للحاكم أن يقاتلهم على ذلك أم لا؟ ده محتاج اجتهاد. أنا ما قرأتش مثل هذا في الكتب، قرأت في الأذان وقرأت في صلاة العيدين فقط. فالمسألة محتاجة إيه؟ نظر في الفروع. طيب، قال والمكروه. المكروه من حيث وصفه بالكراهة لا من حيث ذاته، يعني هذا المكروه وهذا الفعل البشري سوف نتكلم عليه باعتبار أن هذا الفعل موصوف بأنه مكروه، ويوصف بأنه مكروه إذا تعلق بالخطاب المانع للترك منعا غير جازم، وهو لغة المبغض فيه. يقول لك الشخص ده مكروه إلي، يعني أنا ببغضه، مبغوض إلي. ما يثاب على تركه، يعني يقع الثواب في الآخرة على تركه امتثالا. ولا يعاقب على فعله، يعني وكذلك لا يقع العقاب على فعل ذلك الشيء. طيب، هنا فائدة مهمة كتبناها، وهي أن هذا التعريف أيضا يشمل خلاف الأولى، لأن خلاف الأولى يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فشمل المكروه خلاف الأولى. خلاف الأولى مصطلح ظهر عند متأخري الفقهاء، كما يقول إمام الحرمين في كتابه المسمى بنهاية المطلب في دراية المذهب، ذكر ذلك في كتاب الشهادات الجزء 19، أن المتأخري الفقهاء فرقوا بين المكروه وبين خلاف الأولى. لكن التعريف، هذا التعريف يشمل المكروه ويشمل كذلك معه خلاف الأولى، إذ أن خلاف الأولى يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله، وخلاف الأولى كما عرفه المتأخرون فارقين به بين المكروه وبين خلاف الأولى بهذا التعريف ما كان طلب تركه بنهي مخصوص يكون مكروه، طلب تركه بنهي مخصوص يكون مكروها، يأتي النص ويمنعك ويجعلك تترك الفعل المعين، يبقى ده مكروه. يبقى إذا كان النهي متعلق بفعل مخصوص كان مكروها، وإذا كان النهي يعني حاصل بنهي عام يكون خلاف الأولى. يبقى الفرق بين المكروه وبين خلاف الأولى أن المكروه يحصل بنهي مخصوص، وأن خلاف الأولى يحصل بنهي عام، مثل النواهي المستفادة من الأوامر. مفهوم ده المحلي قالها. وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. يبقى عندك أمر بالمندوبات، وهذه المندوبات أنت مأمور بها ومنهي عن تركها، يبقى النواهي المستفادة من يعني الأوامر تكون هذه النواهي خلاف الأولى، لأن الأمر بالشيء
أمرك بصلاة الوتر. يكون الأمر بصلاة الوتر نهي عن كل فعل يفوت عليك صلاة الوتر. فإذا حضرتك جلست أمام التلفاز تلفزيون وضيعت صلاة الوتر تكون مشاهدتك للتلفزيون خلاف الأولى. لماذا؟ لأنك أمرت بصلاة الوتر، وكان الأمر بصلاة الوتر نهي عن كل ما يفوت علينا صلاة الوتر. فلو تواطأ أهل البلد على ترك الوتر يصيب. ما عنديش نخل فقهي. إذن ترك الوتر خلاف الأولى. ماشي. وخلاف الأولى هذا على لسان المتأخرين. ماشي. ها وبعد كده. لسان المتقدمين ترك المندوب. ما بيفرقوش. ما بيفرقوش ما بين بنهي عام ولا بنهي خاص. كل ما حصل فيه نهي سواء نهي عام أو نهي خاص عندهم يكون مكروها. ماشي. وعلى المتأخرين خلاف الأولى، ده اصطلاح فقط. ولكن هل يقاتل أو لا يقاتل؟ ده عايز نقل فقهي واجتهاد. قال: وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور. وهنا هيتكلم على يعني سبب ذكر الامتثال في التعريف. يعني لماذا ذكر الامتثال في التعريف؟ قال: وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك في المحظور والمكروه امتثالا. يعني زدنا قيد الامتثال في تعريف الحرام وتعريف المكروه، لأن المحرمات والمكروهات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد الترك، وإن لم يشعر بها. بيقول لك كده، أنت لو عديت على مكان يباع فيه الخمر ولم تلاحظ أنها مكان يباع فيه الخمر، خرجت من عهدة الحرام. ولو مررت بمكان يعني يباشر فيه المكروه ويفعل فيه المكروه ولما يخطر على بالك أن هذا المكان يفعل فيه المكروه، خرجت من العهدة. لكن أثاب لا. يعني ايه خرجت من العهدة؟ يعني يطلق عليك انك لم تفعل الحرام ولم تفعل المكروه، وانك يعني لا تعاقب على هذا. لكن اثاب عليه؟ لابد ان اقيد الثواب بالامتثال. قال: لكنه لا يترتب الثواب على الترك الا اذا قصد به الامتثال. فكأنه قال يخرج الإنسان عن عهدتها. عهدتها يعني إيه؟ يعني عن عقابها، يعني لا يعاقب عليها. يبقى العقاب يترتب على عدم الفعل، أو على إن حضرتك كده يعني لا يخطر ببالك شيء. في ورقة ولا إيه؟ طيب. لكنه لا يترتب الثواب على الترك إلا إذا قصد به اللي هو إيه؟ اللي هو الترك. ويقصد بالترك هنا وهو كف النفس عن الفعل. فإن قيل: وكذلك الواجبات والمندوبات. يعني هل في واجب أثاب عليه إلا إذا كنت ناوي؟ وهل في مندوب أثاب عليه إلا إذا كنت ناويا؟ طب ما كذلك المندوب والواجب لا يثاب عليهما إلا إذا فعلهما الإنسان بنية الامتثال. لا يترتب الثواب على فعلها، يعني فعل المذكورات اللي هي الواجبات والمندوبات، إلا إذا قصد به الامتثال. الماشي. الجواب، فالجواب يعني فإن قيل فقلنا، فالجواب كذا وكذا، أن الأمر كذلك. نعم أنا معاك إن الواجبات وإن المندوبات لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا قصد بها الامتثال. طيب
السؤال رقم 2، لماذا لم تزد في حد الواجب وفي حد المندوب قيد الامتثال كما زدت ذلك في الحرام والمكروه؟ هنا بقى الذهنية الفارقة بيسأل سؤال عشان يفهم ما الفرق بين هذا الحد وهذا الحد، لما ذكرت هنا امتثالا ولم تذكر هنا امتثالا مع أن الثواب في كل منهما يحتاج إلى قصد الامتثال؟ الجواب: لكنه لما كان كثير من الواجبات لا يتأتى الإتيان به إلا إذا قصد بها الامتثال، لأن خلي بالك أصل معظم الواجبات ومعظم المندوبات لا يفعلها الإنسان إلا إذا كان معها نية، يعني هي نفسها النية جزء من مكوناتها، فلا تكون موجودة إلا إذا حصل فيها النية. يعني الصلاة، هل هناك صلاة من غير نية؟ ده النية مكون من مكونات الصلاة، فلو حضرتك فعلت هذه الأفعال بدون نية لا تسمى هذه الأفعال صلاة. وكذلك المندوب، صلاة السنة، صلاة الوتر، هل يتحقق ويوجد الوتر بدون أن ينوي الإنسان؟ لا. يبقى النية أصلا مكون من مكونات الفعل، ولذلك لم يرد أو يعني لم يفد أن يقيد في الواجبات والمندوبات لأنها لا تكون على هيئتها إلا إذا وجدت فيها النية، وإذا لم يأتي بالنية لا يكون ذلك فعل أصلا شرعي. قال: وهو كل واجب لا يتأتى الإتيان بها إلا إذا قصد بها الامتثال، يعني لا تكون صلاة إلا بالنية، لا يكون صياما إلا بالنية، لا يكون حجا إلا بالنية، لا يكون دفع المال زكاة إلا بالنية. فالنية أصلا معاها على طول، لا تفارقها. فمادام أنا قلت لك فعل يبقى جواه النية حتما، لأنه لم يصر فعلا شرعيا إلا بالنية، يبقى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شيل ما وحط فعل الصلاة، هي لم تسمى صلاة يثاب على فعلها ويعاقب على تركها إلا عندما وجدنا ووضعنا فيها النية، فالنية مكون من مكوناتها. وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بالنية. وخلي بالك في واجبات وهي قليلة لا يشترط فيها النية، زي إزالة النجاسة، مثل إزالة النجاسة، إزالة النجاسة واجبة ولا يشترط لها نية، يعني مش وأنا بغسل كده أهو. الثياب يشترط أن أنوي بقلبي غسل الثياب، بمعنى أن أنا لو غسلت ثيابي من النجاسة ولم أنوي غسل الثياب من النجاسة امتثالا لأوامر الشرع، يبقى أنا بالطريقة دي إيه؟ ما عملتش الواجب. لا، ده أنت ولو لم تلاحظ هذا المعنى الشرعي وغسلت الثياب من النجاسة فعلت الواجب، غير أن هذا الفعل الذي فعلته هو الواجب الذي أتيت به، لا ثواب لك عليه إذا لم تنوي، لأن الفعل يحصل بدون نية وهو واجب من الواجبات، ولا يتوقف على نية لمعنى معين فيه، لأن المقصود من غسل النجاسة تطهير الثوب، والتطهير يحصل بنية وبدونها، لكن لا تثاب على إزالة النجاسة الواجبة إلا إذا نويت بها امتثال أوامر الشرع. يبقى عندنا واجبات يتوقف حصولها ووجودها على نية كالعبادات، وواجبات لا تتوقف على نية تحصل وبدون نية، يبقى عملت الواجب ولو لم تنوي، غسلت النجاسة ولم تنوي أن تمتثل بها أوامر الشرع، ما خطرش على بالك
رد الوديعة. أخونا خير النظام وضع عندي 5000 دولار على سبيل المثال، وبعد شهر أعطيتها له غير ملاحظ إن أنا برد الأمر الواجب علي. فرد الوديعة لا يحتاج، واجب لا يحتاج إلى نية. طب افرض إن أنا بعد شهر اديتها لأخونا خير النظام وما ناوتش إن أنا يعني أمتثل أوامر الشرع، يبقى يجي خير النظام ويقول لي لا أنت لم تنوي دفع 5000 فادفعها مرة ثانية. لا، لا يحتاج رد الوديعة إلى نية. حضرتك حاطط عندي عارية، خدت مني كتاب كبير هكذا وهذا الكتاب يعني رددته إلي، طب ده ردهم، ده واجب عليك. ولكن لو لم تلاحظ أيضا أنك تنوي أو تمتثل، يبقى ده إيه؟ يبقى فعلت الواجب وإن لم تنوي. فهناك عندنا واجبات يتوقف حصولها ووجودها على نية، وهناك واجبات لا تحتاج إلى نية. الواجبات التي تتوقف على نية هذه يعني لا نقيدها لأنه لا توجد إلا مع نيتها، وأما الواجبات التي لا تتوقف فهي قليلة. وأيضا يشترط في ثوابها أن تقصد الامتثال. طيب أنا حاسس إن أنا كده فاهم أكتر من أي مرة. وهو كل واجب لا يصح فعله إلا بنية لم يحتج التقييد بذلك. ليه؟ لأنها لا تكون موجودة إلا بنية، وما دام أنها لا تكون موجودة إلا نية يبقى مش محتاجين إن احنا نقيدها، لأن ذكر أصلها يغني عن نياتها. وإن كان بعض الواجبات تبرأ الذمة بفعلها، ذمة يعني إيه؟ يعني رديت ال5000 وما خمسة؟ رديت ال5000 لأخونا خيري برئت ذمتي، لأن كانت ذمتي قبل أن أرد مشغولة برد الوديعة. ولا يترتب الثواب على رد الوديعة إلا إذا قصدت امتثال أوامر الشرع. ربنا سبحانه وتعالى قال لي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأنا وأنا بأدي الأمانة قصدت بها أن أمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك أثاب. طب نفقة الزوجة بديها مصروف الشهر وأقول لها خذي هذا المصروف، واجب على حضرتك لازم تعمله مش هتهرب منه. طيب أنت أديت أعطيت لها المصروف ولم يخطر ببالك أن ذلك واجب أصلا، خرجت عن العهدة أم لا؟ برئت ذمتك من حقوق الزوج، ولكنك لا تثاب على ذلك إلا إذا نويت. يعني وإنت بتديها كل شهر المصروف قل لها خذي هذا وقل يا ربي أنا أفعل ذلك امتثالا لأوامرك، لأنك قد أمرتني بالنفقة على الزوجة والأولاد وأنا أفعل هذا، فأنت لا تثاب على ذلك إلا بالنية. ورد المغصوب، رد المغصوب واجب، وتبرأ ذمتك برده وإن لم تقصد امتثال أوامر الشرع. والودائع جمع وديعة، ضربنا له مثال. ورد الديون ضربنا له مثال، ونحو ذلك مما يصح بغير نية. تعريف الصحيح، والصحيح لغة هو السليم، والسليم ضد السقيم، والصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها المجرى الطبيعي. واضح يعني السليم اللي هو ايه؟ الصحيح، والصحيح ضده السقيم. من حيث وصفه بالصحة يبقى نحن نتكلم على الصحيح من حيث انه موصوف بالصحة، يبقى فعل بشري موصوف بانه صحيح.
اصطلاحا لا من حيث حقيقته، ما أي شيء يتعلق به النفوذ بأن يوصف بالنفوذ فيقال إنه نافذ. يعني إيه يتعلق بالنفوذ يا مشايخ؟ يعني يوصف بأنه نافذ. والنفوذ بالذال المعجمة، نفوذ مش نفود، وهو البلوغ إلى المقصود. يعني نفذ السهم يعني إيه؟ يعني بلغ مقصوده. مقصوده يعني إيه؟ يعني المكان الذي أردنا أن يصل إليه. طيب وما هو المقصود في المعاملات؟ قال حل الانتفاع في البيع. يعني ما هو مقصود البيع؟ مقصود البيع أن يحل انتفاعي بالسلعة وأن يحل انتفاع المشتري بالمال. أنا بائع وهو مشتري، ما هي يعني ما هو النفوذ؟ ما هو بلوغ الغرض في هذا؟ ما هو المقصود من هذا؟ المقصود أن تحل السلعة وأن يحل المال. تحل السلعة للمشتري ويحل المال للبائع. يبقى هو هذا هو الغرض، هذا هو القصد كحل الانتفاع في البيع. يبقى مقصود البيع هو حل الانتفاع. حل الانتفاع بإيه؟ بالسلعة، بالثمن أو بالمثمن. الثمن اللي هو إيه؟ اللي هو المال، النقود، الرنجت، الجنيه. والسلعة الموبايل، التليفون، أي سلعة. والاستمتاع في النكاح. والاستمتاع هنا الألف والسين والتاء ليست للطلب، مش طلب التمتع، لا ده حصول التمتع. والتمتع في النكاح، يبقى مقصود عقد النكاح يا مشايخ أن تصير المرأة حلال الانتفاع، حلال التمتع بها، ويصير الرجل بالنسبة للمرأة حلال أن تتمتع به، لأن المرأة تتمتع بالرجل والرجل يتمتع بالمرأة. ومقصود عقد النكاح أن يحل التمتع من هذا وأن يحل التمتع من هذا، واضح جدا. وأصله من نفوذ السهم، أصل نفوذ من نفوذ السهم، أي بلوغه إلى المقصود. يبقى نفذ نفوذا، يبقى أصله من نفوذ السهم، يعني أصل هذه الكلمة مأخوذة من نفوذ السهم اللي هو إيه؟ ما هو أصل المطلق هنا من المقيد. يعني خلي بالك عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن أصل النفوذ المطلق مأخوذ من نفذ السهم. يعني إيه نفذ السهم؟ يعني وصل إلى المراد. قال وأصله من نفوذ السهم أي بلوغه إلى المقصود. طيب خلصنا من النفوذ. ويعتد به، بأن يتعلق به النفوذ وبأن يعتد به. يعني يعتد به؟ يعني أن يوصف ذلك الفعل بالاعتداد، بأن يقال على سبيل المثال عبادة معتد بها، بأن يوصف بالاعتداد، بأن يقال إنه معتد به، ماشي. يبقى يتعلق به النفوذ يعني يوصف بأنه نافذ، ويعتد به أي يوصف بأنه معتد به. ده معنى أنه يتعلق به النفوذ والاعتداد، أنه يوصف بهما في الشرع. يبقى ده مش في العرف، يبقى النفوذ والاعتداد أمران شرعيان. بأن الباء هنا للتصوير. ما
هو صورة هذا؟ قال أن يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني متى يتعلق بالشيء النفوذ والاعتداد؟ هذا سؤال. قال يتعلق بالشيء النفوذ والاعتداد بأن يجمع ما يعتبر فيه شرعا. ما الذي اعتبره الشارع في حصول ذلك الشيء؟ البيع. ما هي الأمور التي اعتبرها الشارع في حصول البيع حتى يكون يعني محصلا لمقصوده؟ الشروط والأركان. توافرت الشروط وتوافرت الأركان كلها، كان ذلك نافذا، وكان ذلك صحيحا، وكان ذلك معتدا به. قال وقد جمع ما يعتبر فيه شرعا، سواء كان ذلك عقدا، يبقى العقد حتى يكون معتد به شرعا لابد وأن يتوفر فيه كل الأركان والشروط التي اعتبرها الشارع، وكذلك العبادة حتى تكون العبادة صحيحة ومعتد بها شرعا لابد من أن تشتمل على كل الأركان وكل الشروط. لكن ما الفرق بين النفوذ والاعتداد؟ قال فالنفوذ، يعني إذا أردت أن تعرف ما الفرق بين النفوذ والاعتداد فأقول لك، النفوذ من فعل المكلف نفذا، يبقى النفوذ ده وصف لفعل المكلف. والاعتداد، والنسخة بتاع دار الفضيلة فيها يعني تصحيف، اللي معاه يصلحها، يقول لك والاعتدال، لا هي والاعتداد. والاعتداد من فعل الشارع، يعني أن المكلف يفعل والله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل ذلك معتدا به. يعني حضرتك ايتي بالأركان والشروط، يبقى أنت حضرتك عملت إيه؟ فعلت النفوذ. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك الذي أتيت به معتدا به. ولذلك النفوذ عند ذلك القائل من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع. وقيل إنهما بمعنى واحد، يعني النفوذ هو الاعتداد والاعتداد هو النفوذ، وليس أحدهما مغاير للآخر. طيب، والباطل، الباطل لغة هو الذاهب، يبقى إيه؟ بطل الشيء يعني ذهب وفني ورحل، من حيث وصفه بالبطلان لا من حيث حقيقته. يبقى ما بنتكلمش عن ذلك الفعل من حيث الحقيقة، إنما نتكلم عليه من حيث أنه موصوف بالبطلان، ما لا يتعلق به النفوذ، يعني لا يقال إنه نافذ ولا يعتد به، لا يقال إنه معتد به. وذلك إذا لم يستجمع، يستجمع يعني يجمع، فالسين والتاء هنا ليست للطلب. إذا لم يجمع ما يعتبر فيه شرعا بأن فات شرط من الشروط أو ركن من الأركان، سواء كان ذلك عقدا كالبيع بشرط الخيار فوق 3 أيام ونكاح العبد الحرة، أو عبادة بأن صلى بلا نية تبقى باطلة وفاسدة. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، تقول عقد نافذ، عقد معتد به. والعبادة توصف بالاعتداد فقط، لا تقول عبادة نافذة،
لأن ده أمر اصطلاحي ولم يجر اصطلاحهم على ذلك. اصطلاحات العلماء، يعني العلماء عبروا في جانب العبادات بالاعتدال ولم يعبروا في جانبها بالنفوذ، وعبروا في جانب العقود بالنفوذ والاعتداد. وكان العلامة ابن القاسم يقول بأن الموضوع مرده إلى اللغة وليس مرده للاصطلاح، لكن الشيخ هنا بيقول إن المنع منع اصطلاحي. منع إيه؟ إن إحنا نقول إن الاعتداد بالعبادات والنفوذ والاعتداد للمعاملات، يعني معاملات نقول هذه معاملة أو هذا عقد نافذ، هذا عقد معتد به، هذه عبادة معتد بها، ولا تقل هذه عبادة نافذة. لماذا؟ الجواب لأنه لم يجري الاصطلاح على هذا، لأن أهل العلم لم يستعملوا العبادات ويصفوها بالنفوذ، إنما وصفوها بالاعتداد فقط. يبقى ده أمر إيه؟ اصطلاح. ابن قاسم العباد بيقول لا، مش اصطلاح، ده أمر لغوي، لأن النفوذ له معاني في القاموس لا تناسب أن تطلق على العبادات، فالمنع منع لغوي كما ذهب إلى ذلك المحقق ابن قاسم، ومنع اصطلاحي كما ذهب إلى ذلك جمهور شراح الورقات. يعني الاصطلاح لم يجري على هذا، ويجوز لمن بعدهم من العلماء أن يصطلحوا على غير هذا براحتهم. أما ابن قاسم يقول لا، ده اللغة، إن بعض معاني نفذ لا تصلح في العبادات. الفرق بين الفقه والعلم، طبعا حتى نتكلم عن هذا، يعني هو يتكلم هنا عن علاقة الفقه بالعلم. وطبعا عشان نتكلم عن علاقة الأشياء لابد ان احنا نتكلم على مقدمة. طيب، النسب بين الأشياء، هناك نسب ما بين اللفظ مع معناه ونسبة الألفاظ للمعاني. يبقى خلي بالك، في نسبة اللفظ للمعنى ونسبة اللفظ إلى لفظ آخر ونسبة اللفظ باعتبار معناه إلى معنى لفظ آخر. أنا بتكلم على النسب، طلبة مش هتفهم النسب. طيب بلاش القضية دي، لأن في بعض الناس عمل كده. أنت لسه هتكلمنا في نسب؟ هناخد اللي هو اللي إحنا محتاجين له هنا. اللي إحنا محتاجين له يا أولاد إن إحنا في حاجة اسمها عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق، وفي حاجة اسمها تباين. جميل؟ جميل. وعندي فيه علاقة اسمها علاقة الترادف وعلاقة التشاكل وعلاقة التواطؤ، وعندي علاقة يعني الترادف وأشياء كثيرة، علاقات كثيرة. وعندي علاقة اسمها علاقة عموم وخصوص مطلق، علاقة عموم وخصوص وجهي، وعندي علاقة اسمها علاقة التساوي، وعندي علاقة اسمها علاقة التباين، وعندي علاقة اسمها علاقة التواطؤ، وعندي علاقة اسمها علاقة التشابه، وعندي علاقة اسمها علاقة الترادف، وهكذا. يبقى عندي كم علاقة كده أنا ذكرتهم؟ علاقة اسمها علاقة التساوي. يعني ايه تساوي؟ يعني ان يتحد ما صدق في المصادق ويختلف في المفهوم، اسمها علاقة التساوي. يعني ايه بقى علاقة التساوي؟ يعني المفهوم مختلف، المعنى مختلف، ولكن المعاني المختلفة ديت ممكن أن توجد في ذات واحدة،
ولذلك يقولون عنها ما صدق، يعني هي موجودة في ذات واحدة. طب أضرب لكم مثال بهذا لأن بالمثال يتضح المقال. على سبيل المثال الكاتب والضاحك. كاتب شخص متصف بالكتابة، والضاحك شخص متصف بالضحك. طيب الشخص ده ممكن يكون هو نفس الشخص ده، الشخص الذي يتصف بالكتابة هو نفسه الذي يتصف بالضحك، فقد اتحد في الذات التي تصدر عنها الكتابة والتي يصدر عنها الضحك. يبقى اتحد في المصدق، المصدق اللي هو الذات التي يصدر عنها الكتابة والذات التي يصدر عنها الضحك واحدة، واختلف في المفهوم لأن مفهوم الكتابة غير مفهوم الضحك. يبقى بيسموها علاقة الايه؟ التساوي، لأنهما اتحدا في ما صدق يعني في الذات التي تتصف بهذا، واختلفا في المعنى لأن معنى الكتابة غير معنى الضحك. يبقى ده اسم العلاقة ما بين الضاحك والكاتب، علاقة التساوي. يعني يا مولانا التساوي يعني الذات التي تتصف بهذا المعنى وبهذا المعنى ذات واحد والمعنيان مختلفان. يبقى اسم العلاقة التساوي علاقة الضاحك بالكاتب علاقة التساوي، علاقة الفقيه بالمحدث علاقة تساوي، لأن الذات قد تكون فقيهة وقد تكون محدثة كالإمام النووي. يصدق عليه أنه فقيه ويصدق عليه أنه محدث، لكن الفقه يختلف عن الحديث في المعنى في المفهوم في الحقيقة. يبقى علاقة الفقه أو علاقة الفقيه بالمحدث التساوي. طبعا عندي علاقة أخرى اسمها علاقة اسمها علاقة التواطؤ، بس علاقة التواطؤ دي بالنظر إلى المعاني، لأن المعنى الواحد قد يكون مستويا في أفراده، يعني أفراده متماثلون في ذلك المعنى، لا يوجد هذا المعنى في فرد أكثر من فرد آخر. يعني مثلا أنا خيري أنام خيري نظام تقيد، نحن أربعة صح؟ يصدق أو يجمعنا لفظ إنسان، فأنا إنسان، سيد إنسان، خيري إنسان، خيري إنسان، تقي إنسان، فالإنسانية قد جمعتنا نحن الأربعة، ونحن متفقون في هذه الإنسانية، فإنسانيتي لا تزيد على إنسانية خيري أنام، ولا على إنسانية خيري نظام، ولا على إنسانية تقي، فنحن في الإنسانية سواء، فأصبحت الإنسانية قدر مشترك بيننا نحن الأربعة، فبيسموها إيه بقى الإنسانية ديت؟ متواطئ، لأننا في الإنسانية مستوون لا يزيد واحد منا على الآخر، فدي بيسموه إيه؟ التواطؤ. بأن كان المعنى الواحد أو الإنسانية، والإنسانية اللي هي الحيوان الناطق مستوٍ في أفراده ونحن أفراد للإنسانية،
أنا فرد من أفراد الإنسان، خيري أنام فرد من أفراد الإنسان، خيري نظام فرد من أفراد الإنسان، اسم تقي فرد من أفراد الإنسان. لكننا في هذا المعنى وهو معنى الإنسان وهو الحيوان الناطق مستوون. هو أنا حيوان أكثر منكم وناطق أكثر منكم؟ لا. فهذا المعنى متواطئ لأننا أفراده مستوون في ذلك المعنى، فده بيسموه يا أولاد بيسموه متواطئ. طب جميل، لا هو لفظ واحد، لفظ إنسان وأمامه معنى واحد وهو الحيوان الناطق، غير أن الأفراد المتصفة بالحيوانية الناطقية استوت في ذلك المعنى، لم يزد ذلك المعنى في فرد دون فرد، لكن كل الأفراد واحد. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ على معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق بالنسبة إلى أفراده، يبقى دي علاقة المعنى مع الأفراد، فالمعنى مستو في كل الأفراد. خيري أنام خد منه 100%، خيري نظام خد منه 100%، شلتوت خد منه 100%، تقي خد منه 100%، يبقى نحن أخذنا من الإنسانية معنى واحدا، لم يزد واحد منا على الآخر في الإنسانية. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه متواطئ. طب جميل، هذا متواطئ. في حاجة أخرى اسمه تشاكك، يقول لك ده مشكك ومشكك. المشكك المعنى يكون في بعض الأفراد أزيد عن بعضه، كالبياض. البياض ده معنى لون وله أفراد، تقية خيري أنام مع تقية خيري نظام، هذه بيضاء وهذه بيضاء، لكن بياض تقية خيري أنام مع بياض الثلج مع بياض تقية خيري نظام، لا بياض الثلج أشد وبياض تقية خيري أقل، فقد حصل أن البياض في بعض الأفراد قد زاد عن بياض بعض الأفراد الآخر، فلذلك سمي إيه؟ مشكك، لأن بعض الأفراد كالنور، فنور الشمس أقوى من نور المصباح، مع أن هذا نور وهذا نور، لكن النور الذي وجد في الشمس أقوى من النور الذي وجد في المصباح، فيكون علاقة هذا النور من حيث أنه وجد في الشمس مع وجوده في المصباح علاقة التشابك. طيب، وعشان يبقى سمي متشاكك، لا دي قضية تانية. طب عندي علاقة أخرى بتسمى علاقة العموم والخصوص، لكن العموم والخصوص إما أن يكون وجهي وإما أن يكون مطلق. وجهي يعني يا أولاد، يعني عندي حاجتين اجتمع في شيء وانفرد كل واحد منهما في شيء آخر، يبقى دي علاقة العموم والخصوص الإيه؟ الوجه. مثل الإنسان والأبيض، عبارة الشيخ البجولي، الإنسان والأبيض في حاشيته المنطقية. يبقى الإنسان ويا مشايخ والأبيض، الإنسان مع الأبيض بيجتمع في إيه؟ في الإنسان الذي اتصف بالبياض، فيكون إنسان ويكون أبيض.
طيب، وينفرد الإنسان في الإنسان الأفريقي اللي هو الزنجي اللي هو بيبقى أسود، هو إنسان ولكن له ليس أبيض. طيب، والأبيض ينفرد عن الإنسان في بياض الثلج. الله، هذا جميل. يبقى ما علاقة الأبيض بالإنسان؟ تقول العلاقة هي العموم والخصوص الوجهي. أقول لك أنت ولد فاهم، أنت خطير. لماذا؟ تقول لأن الإنسان قد يكون أبيض، فيجتمع الإنسان والأبيض في ذات واحدة، وينفرد الإنسان في الإنسان الزنجي، وينفرد الأبيض في الثلج. يبقى ده اسمه إيه؟ عموم وخصوص وجهي. طب والعموم والخصوص اللي بيقولوا عليه مطلق، يعني أن يجتمع في مادة وينفرد أحدهما في مادة، كالإنسان والحيوان، إنسان وحيوان، عافاكم الله. لا، مع طب ما انتوا حيوانات، ولكن حيوانات ناطقة مش حيوانات عرفية يعني. فالإنسان مع الحيوان، الحيوان أعم لأنه يشمل الإنسان ويشمل الكلب، خلاص. والإنسان أخص، فيجتمع الحيوان في الإنسان والكلب، وينفرد الإنسان عن الحيوان في زيت. يعني اجتمع في مادة، اجتمع في مادة وانفرد أحدهما في مادة أخرى. اجتمع الإنسان والحيوان في زيت، وانفرد الحيوان في الكلب. فالحيوان أعم والإنسان أخص. يبقى ده اسم عموم وخصوص إيه؟ مطلق، لأنهما قد اجتمعا في مادة اللي هو زيت الإنسان، وانفرد الحيوان في الكلب، الهرة، الفرس. طيب يلا نقرأ بقى الجملة دي، عشان دي هذه جملة أخيرة لأنها مهمة، مع أن هي في الحقيقة فيها إشكال كبير، مش هندخل في الإشكالات. ما هي علاقة الفقه بالعلم؟ الفقه والعلم، علاقة الفقه بالعلم. ما هو الفقه؟ العلاقة هنا لا نتكلم عن علاقة اللفظ باللفظ، وإنما نتكلم على علاقة المعنى بالمعنى. سليم. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. جميل. طب والعلم؟ العلم يعني العلم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، أو العلم ظن مطابق، يطلق أيضا على الظن المطابق أو غير المطابق، أو يطلق العلم على مطلق الإدراك. والأوفق للمراد هو المعنى الثالث، إن العلم هنا مراد بإيه؟ مطلق الإدراك، سواء كان ظن موافق للواقع أو ظن غير موافق للواقع.
طيب المعرفة هنا قلنا بأنها ظن، أنه أطلق المعرفة على العلم وأطلق العلم على الظن، صحنا فيما سبق. يبقى ظنه، يبقى ظن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يبقى ده إيه؟ أخص. والعلم العلم ظن موافق وظن غير موافق، وإما أن يكون عن دليل وإما لا يكون عن دليل، فهي مطلق الظن. هكذا ذهب إلى هذا بعض الشراح. يبقى معرفة ظن الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أخص من مطلق الظن الذي يشمل ظن الأحكام الشرعية ويشمل ظن الأحكام اللغوية ويشمل ظن الأحكام الأصولية وهكذا. يبقى العلم الظن الفقه أعم، لا ده أخص مش أعم، الفقه أخص والعلم أعم، لأن الفقه بالمعنى الشرعي مش بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي سيأتي بعد ذلك. المتقدم ذكره يعني الذي ذكرناه قبل ذلك، وقلنا بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أخص يعني أخص خصوصا مطلقا من العلم، العلم الذي هو بمعنى مطلق الظن، مطلق الايه؟ الظن. ها؟ ماشي ينفع، ينفع مطلق الظن، بس ده ابن قاسم ذهب الى هذا، خلينا مع حل ابن قاسم فانا اليه اميل. طيب ما الدليل على ان الفقه اخص من العلم وان العلم اعم من الفقه؟ قال لك مساله بسيطه جدا، ان العلم يشمل الفقه، تقول الفقه نوع من العلم، صح؟ صح. والنحو كذلك، نقول النحو نوع من العلم، الله. والتفسير، تقول التفسير نوع من العلم، الله. ده العلم بقى، العلم يشمل كل هذا، يبقى العلم ايه؟ العلم اعم، وكل فرد من هذه الافراد اخاص، لان العلم شامل كل هذه الاشياء. طب والفقه؟ لا، الفقه اخاص من العلم، والنحو اخاص من العلم، والتفسير اخاص من العلم، والحديث نوع من العلم. يبقى العلم يشمل كل هذه الأشياء. كالحيوان بنقول إيه بقى؟ زيد حيوان، صح كده يا أولاد؟ والكلب حيوان، والفرس حيوان، والهرة حيوان، وبنت حيوان كمان. طيب يبقى شفنا بقى، يبقى العلم أعم لأنه يشمل الفقه ويشمل التفسير ويشمل الحديث وكل هذا، والفقه أخص. ليه؟ لأنه يجتمع مع العلم ولا يتصور انفراده عن العلم، وأما العلم فيجتمع مع الفقه ويتصور انفراده عن الفقه في النحو والتفسير والأصول واللغة، صح كده؟ مش احنا قلنا العموم والخصوص المطلق أن يجتمع في مادة وينفرد أحدهما في مادة أخرى أو مادتين أو ثلاث، وكذلك العلم اجتمع مع الفقه في مادة وانفرد
بعد ذلك العلم في مادة ومادتين وثلاث وأربع. واضح ده أسهل من السهول. لصدق العلم العلماء يقول لك الصدق في المفردات بمعنى الحمل يعني الخبر. أما يقول لك لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما، نفس المثال اللي أنا قلته لك، الفقه نوع من العلم. يبقى عملنا إيه؟ جعلنا العلم في مادة الخبر، يبقى ده اسمه صدق. وجعلنا النحو علم، النحو علم، يبقى صدق معناه إيه؟ معناه أنه يخبر به. تقول كده لصدق العلم، يعني لأن العلم يخبر به عن الفقه والأصول والتفسير واللغة وغيرهما. وهذا معنى يقول لك لصدقه، لأن الصدق في المفردات معناه الحمل، والحمل معناها إيه يا أولاد؟ مش الحمل اللي هو التسعة أشهر، معناه الإخبار. ولذلك أنا قلت لك الفقه علم، التفسير علم، الحديث علم. رأينا أن العلم وقع في كل الثلاث في موطن الخبر، يبقى هو ذا الصدق. الصدق هو أن تجعله خبرا. فكل أي فإذا أردت أن تعرف العلاقة، كل علم، كل فقه، لا لا، كل فقه يسمى علما، يعني كل ما يسمى فقها يسمى علم. ندبية الوتر فقه تكون علم، الطلاق الصريح يقع بالإدراك والإملاك يسمى فقه فيكون علم، وهكذا. يبقى فكل ما يسمى فقها يسمى علما، وليس كل ما يسمى علم يكون فقه. ليه؟ لأننا قلنا النحو علم، صح؟ وليس النحو فقه. ولذلك وليس كل علم فقها، لأنه صدق على النحو أنه علم، وهو يخالف النحو في حقيقته. وكذا بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي للفقه هو الفهم. طيب ايه العلاقة بقى ما بين الفهم والعلم؟ فإن الفقه هو الفهم، والعلم المعرفة وهي أعم. يبقى العلاقة بين الفقه بمعنى اللغة وبين العلم كذلك العموم والخصوص المطلق. وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو الفهم. والعلم المعرفة وهي أعم، والعلم المعرفة، والمعرفة تطلق على يعني كما قلنا الإدراك، والإدراك أعم من الفهم. ويقول لك وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه هو مطلق الفهم. طيب والعلم هو المعرفة، والمعرفة هي الظن. فالفهم إما أن يكون، أنت عايز تجعلها العكس إزاي؟ كل معرفة فهم. إزاي يعني؟ لأن المعرفة كان النوع من الظن واليقين. بيقول لك أهو، بيقول لك وكذلك بالمعنى اللغوي، فإن الفقه الفهم، والعلم المعرفة وهي أعم من الفهم. العلم هو المعرفة، والمعرفة أعم من الفهم. وكأنه يعني قصد بالفقه اللي هنا الفهم يعني إدراك الأشياء
الدقيقة، والعلم والمعرفة يعني معرفة الأشياء الدقيقة وغير الدقيقة، فيبقى بهذه الطريقة أعم. هات لنا يا ابني ابن قاسم، هو حتى كمان هنا في لطائف الإشارات كذلك. شوف لنا كده الإمام الرملي، هي نفس العبارة. يقول لك واحترز عنه بالمعنى المصطلحي عنه بالمعنى اللغوي، فليس أخص من العلم، بل الأمر بالعكس، إن أريد بالفهم مطلق الإدراك. لو أردت بالفهم مطلق الإدراك هيبقى لا، الفهم الفقه بالمعنى اللغوي أعم والعلم أخص. ولو غير جازم وغير مطابق، وبالمعرفة في تعريف العلم ما يشمل الظن المطابق، يبقى فليس أخص من العلم، بل الأمر بالعكس، إن أريد بالفهم مطلق الإدراك. يبقى لو قلت بأن الفهم معناه مطلق الإدراك ماشي ماشي، ما احنا عايزين بس نفهم العبارة بغض النظر عن الراجع. إن أردت بالعبارة بأن الفهم هو مطلق الإدراك، وبأن العلم هو المعرفة، بأن المعرفة هي العلم والمعرفة هي الظن، يبقى حضرتك حينئذ بتقول إن الفقه بمعنى الفهم أعم، وإن المعرفة التي بمعنى العلم التي تحمل على الظن المطابق أو غير المطابق يبقى أخص. ده كلامه كده. وبالمعرفة في تعريف العلم الآتي ما يشمل الظن المطابق، وكذا إن أريد ظاهر المعرفة من الإدراك الجازم وما يأتي، بل مطلق الإدراك ولو غير جازم وغير مطابق فالنسبة بينهما التساوي. ولو قلت لا، ده الفهم هو الإدراك، مش مطلق الإدراك بقى، بل هو الإدراك ولو غير جازم وغير مطابق، فهتبقى النسبة بينهما التساوي. وإن أريد ظاهر المعرفة من الإدراك، ولو أنت قلت لا، المعرفة هي الإدراك سواء كان جازم أو غير جازم، مطابق أو غير مطابق، يبقى الاثنين العلاقة ما بينهما التساوي. المعاني مختلفة ولكن المصدق واحد، ولا يخفى حال بقية الاحتمالات الممكنة في الفقه. يبقى على قضية التعريف، انت هتعرف العلم بايه هنا؟ لكن هنا العبارة بيقول لك فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم. والله ليس أمامك بقى يا مولانا غير إنك تقول فإن الفقه هو الفهم، أو يعني فهم الأشياء الدقيقة. لو عايز تجعلها بقى من قبيل العام والخاص عموما مطلقا، هتقول الفهم للأشياء الدقيقة، وهيبقى العلم الذي أراده هنا هو معناه مطلق الإدراك، سواء كان إدراكا جازما أو غير جازم، إدراك مطابق أو غير مطابق، إدراك يعني للأشياء الدقيقة أو لغير الأشياء الدقيقة. طيب سؤال، بيقول لك فالمراد بالمعرفة الإدراك وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو بغيرها. يبقى الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه، والإدراك ده سواء قلنا بأنه وصلت النفس إلى المعنى بتمامه، سواء كان المعنى جازم أو غير جازم، أو كان مطابق أو غير مطابق،
يبقى ده تعريف الايه؟ ده تعريف الادراك اللي هو ايه؟ اللي هو معناه العلم. طب الفهم بقى؟ يبقى فهم الاشياء الدقيقه، يبقى ده اخص وده اعم. طب هات لنا كده بقى الرملي. قال لي الرملي ما اتكلمش في هذا. ايه ده؟ طب هات كده فوده، او بلاش فوده، هات كده السوسي. فين السوسي؟ هات هاي هات. بيقول لك وكذا بالمعنى اللغوي لم يظهر لي وجه ما قال. احتار زي ما خير احتار. قال وكذا بالمعنى اللغوي لم يظهر لي وجه ما قال، ثم رأيت بعضهم ذكر أن الأمر بالعكس. هو أقصد به ابن قاسم العبادي، يعني يقول لك بعضه مش دول ابن قاسم. فإن الفهم الذي هو معنى الفقه لغة معناه الإدراك مطلقا. شوف زي ما خير كده ارتاب فيها، جازما او غير جازم، مطابق او غير مطابق، فهو اعم من العلم. كده بقى، لان العلم بقى مش هيوسع في مدلوله، هيقول العلم المراد به ما ياتي تعريفه بعد ذلك، وهو ادراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الامر، اللي هو ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل. وده اللي احنا شرحناه اظن في غاية المأمول. لو انت هتقول العلم المراد به الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، هيكون اخص، وهيكون الفقه في هذه الحالة اعم، لان الفقه هيبقى الفهم، والفهم هيبقى مطلق الادراك سواء كان جازما او غير جازم، مطابق او غير مطابق. ويبقى العلم اللي قصده هيبقى المراد به ايه؟ المراد به ادراك جازم مطابق للواقع عن دليل، يبقى اخص. وحتى لو قلنا ان العلم المراد به هنا هو الظن، ايضا هيكون اخص. فان الفهم الذي هو معنى الفقه لغه معناه الادراك مطلقا جازما او غير جازم، مطابقا او غير مطابق، فهو أعم من العلم إن حملت المعرفة في تعريفه على الإدراك الجازم أو على ما يشمل الظن المطابق. فإن حمل العلم على غير ما يأتي، اللي هو ما يأتي اللي هو إيه؟ العلم هو معرفة المعلوم على إلى آخره، بأن أريد به مطلق الإدراك. العلم هو مطلق الإدراك، ويبقى الفهم هو أيضا إيه؟ ما هو الإدراك؟ فهما متساويان، الاثنين قد بعض. الفهم هو ايه؟ مطلق الادراك، والعلم هو مطلق الادراك، يبقى متساويين. ثم رايت في القاموس فهم الشيء فهما علمه وعرفه بقلبه، فجعل الفهم بمعنى العلم والمعرفه مترادف. فكيف يحمل هذا على مطلق الإدراك؟ وتأمله. وأجيب عن الشارح بأن الفهم إدراك الأشياء الخفية الله، والمعرفة أعم من ذلك. زي ما أنا حلت، خذ يا أخي وتوكل على الله. بارك الله فيك. نصلي على سيدنا رسول الله ثم نمضي إلى طريقنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.